هل الجود صفة طبع جبلة في الإنسان أم ظاهرة مكتسبة يتعود عليها؟ والله في شيء منه من طبعه، لأنه الإنسان علة وجوده في الدنيا العمل الصالح، نعم. أودع الله في كيانه حب العمل الصالح. هذا الحب للعمل الصالح أودع في كيانه لأنه هو ثمن الجنة. في تمام. توافق بين طبع الإنسان وخصائصه النفسية وبين منهجه الإلهي، فالإنسان حينما يتحرك وفق منهج الله سيكون جواداً، تمام. لأنه الجود هو العمل الصالح يعني، نعم. والعمل الصالح ثمن الجنة. تمام. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والله من ذكر النعم من جود هذا العالم الجديد أنه أنا أنفعل هو لا ينفعل، فيجود علي بهدوءه فيرزقني السكينة، فأهدى لا إله إلا الله، فأهدى والله هذا جود يا رب. والله يا هذا هذا رجل من الرعيد ده. والله ما شاء الله، والله الله ما شاء الله على أخوتك. والله جودك جود سكينته تجود علي. صحيح. يعني طالب بجامعة، جواد بالفطرة، طالب بجامعة، نعم. في مطعم، في مكتب، مكتبة، نعم. في حديقة، في شيء، ما علة وجوده في هذه الجامعة؟ علة وجود الدراسة. فقد يدخل مطعم وقد يقرأ كتاب وقد يجلس في الحديقة، كله مسموح، بس يجب ألا يغفل عن علة وجوده. نعم. وعلة الوجود في الدنيا العمل الصالح. صحيح. ده منحة خطير يا مولانا. ليه ليه؟ لان احنا من الواجب فعلا نربي العيال. انت موجود ليه في الحياه يا ابني؟ ما اقول له انت ليه تدخل ابنك كليه الطب؟ علشان نستمتع ونعيش وماشي وماله وماله، اجعلها جسرا واسعد. سبحان الله، وننجب ونحيا. جميل جميل، ولكن لا تكن معيشه وانما تكن حياه. هناك فرق. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اما الذين يحيون هنالك من الافكار والمذاهب الاسلاميه من كره الناس في الدنيا لدرجة أنهم طلقوها أيضا. لا طلقوا لا الدنيا. لا لا شوف، فتزوجها غيرنا. نحن لا نريد أن نتزوج الدنيا زواجا حلالا، ليس مؤقتا، وليس وإنما زواج مؤبد يؤبدنا في نعيم الجنة يوم القيامة عندما نعمل العمل الصالح الذي ينتدبه إلينا شيخنا. أفلا يبعث فينا حبنا للدنيا البخل وعدم الجود والكرم؟ إذا أحب الإنسان الدنيا وتربعت في قلبه وطفحت في قلبه، عندئذ لا تكون جوارحه إلا خدمات مؤقتة للدنيا، لدنيا زائلة، وينسى آخرة باقية. ولذلك يقول البصري، يعني لو كانت الدنيا من خزف فان، من ذهب فاني، وكانت الآخرة من خزف باقي، لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. فما بالكم تفضلون الخزف الفاني على الذهب الباقي؟